بطولة كأس الأمم في الكاميرون مليئة بالنجوم ومنتخبات الصف الأول، لكن الإثارة تبقى دائما حاضرة. افتتاح مميز بطابع إفريقي، ومباراة الافتتاح جاءت جيدة بين بوركينا فاسو والكاميرون في المجموعة الأولى التي تقام مباريات الجولة الثانية فيها اليوم. يستمر السباق بين الكاميرون والرأس الأخضر بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى. الكاميرون حققت انتصارها على بوركينا فاسو، وفاز الرأس الأخضر على إثيوبيا. وفي المجموعة الثانية يبدو الصراع مشتعلا بين غينيا والسنغال. أسود التيرانجا تفوقوا في البداية على زيمبابوي بهدف ساديو ماني، وفازت غينيا على ملاوي بهدف وحيد. في المجموعة الثالثة رفضت المغرب التنازل عن فرصتها. أسود الأطلس حققوا الانتصار في قمة المجموعة على غانا بهدف سفيان بوفال. وفي المقابل فاز منتخب الجابون على جزر القمر بهدف نظيف. في المجموعة الرابعة خسرت مصر ضربة البداية على يد نيجيريا، وفي اللقاء الثاني تعادل السودان سلبيا مع غينيا بيساو. وفي المجموعة الخامسة وقعت الجزائر حامل اللقب في فخ التعادل. مفاجأة سيراليون أمام الجزائر كانت هي أبرز ما في الجولة الأولى. وفي نفس المجموعة فاز منتخب كوت ديفوار على غينيا الاستوائية، واستحوذت المجموعة السادسة والأخيرة على كل الإثارة. مباراة تونس ومالي ستظل عالقة في الأذهان. حققت مالي الفوز على نصور قرطاج، وفي المقابل فازت غامبيا على موريتانيا. انتهت مباريات الجولة الأولى، ونحن في انتظار المزيد من الإثارة. I got the cash in the